بعد المرحله بتاعت الفيجن في عندنا جزء بقى البرسبشن بقى. الفيجوال بيرسبشن ده له عامل كبير جدا علشان في بعض الحاجات بتتاثر جدا جدا بيه. فاول حاجه لو احنا بنتكلم على الديستنس والبرسيف سايز او البرسبكتيف عموما، هنلاقي ان الاوبجكت بتاعنا كل ما كان بعيد كل ما كان او لو هو نفس السايز او نفس الفيجوال انجل هي وكان ابعد، يعني بالجيومتري ده كده، لو انا ببرسيف الاوبجكت ايه دوت ان هو ابعد يبقى معنى كده اشوف ان هو اكبر، او هبرسيف الاوبجكت ده ان هو اكبر، اوكي، حتى لو نفس الفيجوال انجل هي. يعني مثال مثلا احنا كلنا بنشوفه، لو احنا بنبص على الشمس والقمر مثلا، القمر بنلاقي ان هو حجمه اصغر بكتير جدا من الشمس، وممكن ان احنا نشوف هما الاثنين بنفس الانجل، بس طبعا لما بنبص للشمس او القمر بنعرف ان الشمس اكبر بكتير من القمر، اوكي. ده نتيجه لان احنا عندنا بيرسبشن ان احنا عارفين ان الشمس ابعد بكتير، فعشان كده لما بشوفها حتى بنفس الانجل هي 0.5 ديجريز، اوكي، اللي هي بنتكلم على 30 مينتس اوف ارك، ببقى برضو عارف ان هي الحجم بتاع القمر اصغر بكتير من الحجم بتاع الشمس. في بعض الحاجات بيبقى يعني بنعمل حاجه اسمها ديستانس ميس بيرسبشنز، يعني في بعض الاخطاء في البيرسبشن بتاع او الاستقبال بتاع الديستانس نتيجه لبعض الحاجات اللي هي بتوحي ان الحاجه دي ابعد. يعني ممكن مثلا انا يحصل لي كونفيوجن مثلا لو في عندي رسمه بالشكل ده كده، الدايره دي والدايره دي، لو انا قلت للناس اني واحده فيهم اكبر هلاقي معظم الناس تقول لي ان الدايره دي اكبر. الدايره دي اكبر رغم ان هي الدايره دي هي نفس الدايره دي بالظبط، مفيش اي اختلاف، الا ان انا يعني الشكل ده كده بيديني اكن البرسبشن بتاعي ان هنا الدايره دي ابعد، فمعنى كده انا ببرسيف ان هي اكبر، اوكي. نفس الكلام بالنسبه لهنا برضو، الجيومتري اللي موجود هنا يوحي لي ان السلندر دي اكبر من السلندر دي، بس اكشوال هما الاثنين نفس الحجم بالظبط، ده علشان دي بيرسيفد ان هي الديستنس بتاعتها شايفين هنا كده والديستنس بتاعت دي هنا كده، فمعنى كده ان انا لو دي نفس الحجم بتاع دي او نفس الفيجوال انجل بتاعت دي انا ستيل ببرسيف الكلام ده ان هو نفس الايه؟ نفس اللي هو يعني رغم ان هو نفس الانجل بشوف ان الحاجه اللي الدبث بتاعها اكبر بشوفها ان هي اكبر، اوكي. فدي طبعا واحده من الحاجات اللي لها علاقه بالبرسبشن، يعني ما هياش حاجه فيزيكال ونقدر ان احنا نغيرها، لا ده الباك جراوند بتاعت البني ادم من الخبره بتاعته اللي هو في الحياه بقى من قبل كده، هو دايما بياخد الحاجه الابعد ان هي دايما بتبقى اكبر لو نفس الفيجوال انجل. فدي حاجه لها علاقه بالانتربريتيشن بتاع الفيجن، ما لهاش علاقه بالفيجن نفسها. الفيجن نفسها هي ان الاثنين ليهم نفس الانجل، ليهم نفس الفيجوال انجل، فلو ليهم نفس الفيجوال انجل المفروض انهم يبقوا قد بعض، انما اكشولي لو انا ببرسيف ان هي بدبث اكبر لواحده فيهم يبقى معنى كده بانتربريت ده على طول ان ده الحجم بتاعه اكبر، مش نفس الحجم بتاع الاوبجكت القريب.